مساء الخير من مدينة اسطنبول الأوروبية. راح نعرض عليكم الآن شقة 5 بلس 1 بمساحة 363 متر مربع. نبدأ احنا هذا المدخل، طبعا البيت سمارت هوم. نبدأ من المطبخ، إطلالة الأبارتمنت كاملة على بحر مرمرة. هذا المطبخ التسليم راح يكون بهذه الطريقة. طبعا عندنا هذا الفيو بهذه الطريقة. عندنا هون التراس الخارجي، بلكونة ما شاء الله بمساحة كثير حلوة. تقدروا هون تقعدوا في الصباح تستمتعوا بالفطور مع هذا المنظر الرائع على بحر مرمرة. هننتقل الآن مع بعض نشوف الصالون. عندنا احنا هذا الصالون موجود هون بهذه الطريقة، هذه طاولة السفرة. طبعا هذا القزاز ممكن نعمل عزل له عشان يكون برايفسي أكثر بهذه الطريقة. نبدأ بالصالون. طبعا هذه البلكونة نفسها هي اللي كنا فيها احنا، موصولة بالمطبخ مع الصالون. هنروح الآن مع بعض على غرف النوم. نبدأ بهذا التواليت الأول بهذه الطريقة. الصالون الثاني، صالون صغير، طبعا التكييف مركزي، التدفئة أيضا تحت الأرض بتكون. هنروح مع بعض الآن على غرفة النوم الأولى. ننتقل لغرفة النوم الثانية، بيجي معها أيضا التواليت. التواليت هذا خاص بالغرفة فقط زي ما أنتم شايفين. أيضا التكييف مركزي، فينا نتحكم بالتكييف في الغرفة بالطريقة هذه منفصل عن طريق الموبايل. ننتقل الآن إلى التواليت الثاني. أيضا هذه غرفة النوم الرابعة، غرفة الأطفال. هون هذه الخزائن فيكم تستخدموها كغرفة غسيل، خلينا نحكي. ننتقل للماستر روم، الغرفة الرئيسية هذا المدخل، التواليت بهذه الطريقة. أعزائي، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا العرض الرائع المقدم من شركة تركي هومز. إن شاء الله بنشوفكم على خير في مدينة إسطنبول. تحياتي.